السلام عليكم، كنتمنى من الله كاملين تكونوا مزيانين. مرحبا بكم فيديو جديد تحت طلب ديال بعض المشتركات. طلبوا مني ندير لهم طاجين، كنعتذر على التاخير، يلاه كتب لها الطاجين يوجد. المهم غادي نشارك معكم طاجين ديال الكفته نتاع السردين اللي كيجي رائع جدا في المذاق وفي الشكل. اي وحده جربته ما غاديش تندم عليه اكيد. غادي نبداو بسم الله. عندي هنا كيلو نتاع السردين، من بعد ما نقيته من الشوك ديالو وغسلته مزيان وخليته يقطر، غادي نزيد عليه هنا الشرموله ديالو. درت معلقه ديال الملح، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه ديال البزار، معلقة ديال الفلفل الأحمر، واحد شوية ديال ملون غذائي أو لا الخرقوم، كل واحدة شنو كدير. ومعلقة ديال الكمون. صافي، هنا غادي نزيد عليه الربيع، شوية ديال القزبر وشوية ديال المعدنوس. واحد جوج رؤوس ديال ثوم حكوكة، صافي. من بعد غادي نطحن هاد الحوت هذا، كل وحدة باش غادي تطحنو. انا هنا درتو في الماشينة، او اللي بغا تطحنو الماشينة العادية. من بعد هنا غادي نجي نصوب له لاصوص ديالو. هنا الوالده ديالي راه كتصاوب معايا، كتصاوب دوك الكويرات. جبت هنا 4 ديال الحبات نتاع مطيشه، حكيتهم مزيان، درت عليهم معلقه ديال الملح، معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال البزار، معلقه ديال الفلفل الاحمر، وشويه ديال الكمون، غير راس معلقه ديال الكمون، وشويه ديال ملون غذائي. نفس الشرموله اللي درت في الحوت هي اللي غادي ندير في المطيشه نفسها. شويه ديال الربيع، شويه ديال الثوم، حتى الراس تاع الثوم. صافي، غادي نحرك هادشي مزيان على ما بين الوالده سالات لي دوك الكميه ديال الحوت، ونمشيو نصاوبو الطاجين. هنا خديت حبه ديال البصله قطعتها رقيقه وفرشتها للطاجين. من بعد غادي ندير نصف الكميه ديال لاصوص اللي صاوبت، هنا راني شاعله عليه البوطه على نار مهيله جدا. هاكم عارفين الطاجين خاصو يطيب على نار مهيله. موراها غادي نستف دوك الكويرات ديال الحوت، نستفهم كاملين على الطاجين. غادي نكمل الكميه اللي عندي، من بعد غادي نزيد عليه ديك نصف الكميه ديال لاصوص اللي بقات لي من الاول، غادي نزيدها من الفوق، نسرحها كامله على ديك الكفته. غادي نمشي هنا نجيب واحد تقريبا ربع كاس ديال زيت الزيتون، و
وغادي نضيفه من الفوق. بالنسبة هنا ما غاديش نزيدو الماء نهائيا. عندنا هنا البصلة والمطيشة غادي تلقوا الماء ديالهم وفيها باش غادي تطاجو. من بعد درت هنا واحد الحبة ديال فلفلة حارة من فوق كتعطي واحد النسمة رائعة. صافي غادي نقصلو على النار ونبلع عليه ونخليه يطيب على خاطره. تقريبا واحد خدالي واحد المدة ديال 35 دقيقة هكا وكان موجود. هنا راني ركبت عليه نشوف كيفاش جا. كما كتشوفوا المرقة اللي طلقت البصلة والمطيشة راها كافية فاش غادي يطيب. من بعد كان هذا هو الشكل النهائي ديالو. من بعد ما خليته نشف واحد شوية صراحة البنان جا رائع رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوه ما غاديش تندموا عليه اكيد. إلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. نتمنى إن شاء الله يكون الفيديو نال إعجابكم. إلى فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم.